بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 106. المصطلح 11 من الحرف A من لسان العربي الاقتصادي، معجم المصطلحات الاقتصادية. عنوان المصطلح: فقدان الإرادة، مرض نفسي. Term number 11 of the letter A, لسان العربي الاقتصادي. Dictionary of Economic Terms, Abulia or Abulia. فقدان الإرادة مرض نفسي، أبوليا أور أبيوليا. في علوم النفس psychology، والنفس الاقتصادي economic psychology، والاجتماع السياسي political sociology، والاجتماع sociology، ومجالات التنمية والنمو الاقتصادي ومحاربة الفقر والجهل، هي حالة نفسية مرضية تصيب الفرد والجماعة، تجردهم من القدرة على اتخاذ القرار وتنفيذه. تؤدي هذه الحالة النفسية المرضية إلى انعدام طموح الفرد والجماعة نحو التحرر من القيود الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية الداخلية والخارجية، وإلى انعدام الرؤية والإرادة وفقدان القدرة على اتخاذ القرار حتى في أبسط المشاكل التي تواجه الفرد أو الجماعة. بينت الأحداث والدراسات التاريخية بأن الشعوب التي تقع فريسة لهذا المرض النفسي تكون قد واجهت هزائم متتالية في فترة زمنية قصيرة نسبيا، وأنها تفتقر إلى قيادات صاحبة رؤية حقيقية نحو التقدم والنهوض.